يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علمنا بالساحر الذي عمل السحر وتيقنا من ذلك، فهل يجوز لنا أن نطلب منه أن يقوم بحل السحر الذي عمله؟ إذا كان ما هو بحال بالسحر وإنما يتلف السحر، ولا يتلف السحر لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يبي يعمل سحر، تأمرونه يعمل سحر، هذا ما يجوز، ما يجوز حل السحر بسحر مثله. نعم.